السلام عليكم حبيباتي، وهنا هذا توجور نهار تاع الجمعة، وهنا مولي فطرنا وقعدنا وجمعنا شوية، بغينا باش نديرو حاجة نشربو بها قهوة، حاجة سهلة ما تشدش بزاف. عندي هنا 4 حبات بيض، كاس سكر، كاس زيت، باكيت على لوفور، بيبي تاع الشوكولا، ولافاني. هنا اللي تبغي تزيد قشور الليمون، قشور البرتقال، زيت تاع السيترون ولا تاع الليم، ولا تزيد معاها ولا تكثرولها لافاني. حلويات تاع الزيت اللي قلهم الحاجة تقطع لهم هذاك الجو. ندير درت 4 حبات بيض مع شوية تاع لافاني، ما درتش انا لا ليم لا تاع حاجة، درت غير لافاني، وتجي شابة تاني بنينة خفيفة. درت كاس تاع السكر، وهنا نخلطو مليح حتى نحسو هذاك السكر داب، ما نخلطوش غير شوية بالخفن، نضيفو لها الزيت والفرينة، نخلطوها حتى نشوفو بلي هذاك السكر صايقع داب. حاجة بالخف نديروها قهوة تحشيا، نشربو بها قهوة هاكا، نخلطها مليح. نزيد هذاك الكاس تاع الزيت تاني، نزيد نخلط. هاكا نخلطها، نجمو هنا اللي تبغي دير غير كمية صغيرة، هذه تاني ما تقطعش بزاف، لكن صغرتو الحبة بتجيكم بزاف، لكن كبرتوها شوية تاني زعما تقطع لكم قد ما تتقهوا اليوم غدوة صباح عشية. وهنا اللي تبغي تنقص دير 2 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، اللي تبغي دير كمية قليلة. وهنا نغربل الفرينة، هنا الفرينة دايما تتغربل في الحلويات، مام في المعجنات وكاع. ندير هنا الفرينة، ما عنديش مقدار حتى تقعد كيما الطورنو، من ندير الطورنو ما يليقش نشفو كاع العجينه، يليق تقعد النات شويه تتلصق. ندير هذاك الباكي تاع لا ليفور كيما حلوه الطابع. انا بغيت نلمها بيدي بصح مازال نزيد نضيف الفرينه. نخلط بالمغرف بلا ما نزيد نضيف الفرينة، ونخلط بالمغرف حتى نشوفها حكمت روحها هكا. نبدأ باش نضيف لها الفرينة حتى نشوفها ولات عجينة، نجيب المغرف خير باش نضرب بيها، خاطر ما نجموش نصفو بيد ونحطو بيد، وانا مي راني مقلقة ما صفيتش فرينة نداري كي نشريها نصفيها. صح منا، وهاك نصفوها خير، نوجدوها قبل كي نشروها نصفوها، نديروها في القابسة كي نبغو نخدمو تجينا الخدمة سهلة. هاكا نزيد الفرينة، ونشوف الا خاصني نزيد تاني. انا نخلطها غير هكا بالمغرف ونشوف العجينه تبان.
كان ذوبها مليح، تندخل ديك الفارينة باش نعرف الا خاصني نزيد ولا نحبس. مازال نزيد هنا الخطر، مازال ما حكمتش روحها. نزيد تاني صفي. هكا دروك هنا نسي نستعمل يدي. نلمها بيدي ونشوف. هكا زدت لها الفارينة وزدت معاهم هادوك البيبي تاع الشوكولا. هنا اللي عندها الشوكولا فيرميسيل ولا تنجمي تاني ديريها. ونبدا نلم فيها. نلمها حتى نشوف العجينة بدات تحكم روحها قد ما نجم نديرها كريات بوليطات كيما نقولوا. هاكا نديرهم هاكا ونسيي غير بهاكا دويرة. تكون عندكم دويرة ولا كاس ولا حاجة نديرو بيها الأشكال غير كيما هاكا. حتى نكمل قاع هذاك البلا حنا ولا الاشكال كي نبغو، نبغو نصغروهم نبغو نكبروهم. نديرها غير هكا دوائر بيدي وندير لها هذاك الخطوط كيما نبغي ندير لهم. بالخوف نوجدوهم. هكا وهنا هاولي كملتهم بالخف وجمعنا باش نتقهوى. هاولا الكاطو كي جا نقسم لكم حبة باش تشوفوه كي يجي من الداخل. يجي طري شباب يتفتت. ونقولها صليحة مرحبا بيك في اي وقت. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تاع اليوم تعجبكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلة ميلة. سلام.